على الرياب يا خسي. حمدان حمزان. هاي حمزان. سلام يا سلام، سيف ولي عهد دبي لهذه الشواهين، جاءت هنا في القمة وحققت القمة بلا منافس على الإطلاق. حمزان. ها حمزان خلص فول. شوف والله خلص خلص شوف الحمد لله والله خلص. شو رايك؟ رقم واحد. ثلاثة رموز اليوم ضرب الكبار، اليوم ضرب الكبار، وسلالة شاحنية، سلالة شاحنية، تهانينا لك يا بن ساحرة وشاهين بن ساحرة وانتاج بن ساحرة. سير العين؟ سير العين؟ وين في العين؟ في العين النايفة. العين ترى النايفة؟ النايفة وغشابة بعد. يعني انت مبونك الأول في النايفة، شو تبعك؟ مبونك في النايفة. مبونك في النايفة فوق. شو قالك بن دري؟ من قال لك الذهب لا يصدى؟ لا يصدى. ان شاء الله من الادهم بيكون الذهب اللي لا يصدى. ان شاء الله ياخذ الرمز الرابع. اوه ماي جاد. في الميدان الوثبي. Are you sure? Yes, I sure. بس غالي عندك الناقه بصالح. غالي نعم، مثل واحد من عيالي. شوف صفر الفرحه هاي. ما لا وصيفه مره. ها؟ ما لا وصيفه. مره. مرتين. غير ها؟ نعم غير. الادهم غالي عندك؟ يلا. ها؟ أجمل ورق تحية لكل مشاهدينا متابعينا عبر شاشة دبي ريسينج. ها هو الموعد يتجدد معكم يا أهل الهجن الكرام، وتاسع أيام مهرجان فزاع الأصالة والتراث الذي وصل إلى محطاته الأخيرة واقترب من مشهد الختام. عشنا جميعا اليوم الليلة الكبيرة، الليلة المثيرة مع سيف وخنجر ولي عهد دبي لهجن الجماعة في فئة الإنتاج لسن الكبار من الحولي هو الزمول. وعلى ما يبدو أن ترشيحات الخبراء والمحللين قد أصابت الهدف بدقة هذه المرة، وعلى ما يبدو أن التاريخ والإنجازات قد انحازت للحول والزمول اللذان اتفقا عليهما الجميع كأقوى المرشحين للظفر بالناموسين الغاليين. كل تفاصيل موقعة الكبار في شرطي الانتاج لأبناء القبائل ستكون حاضرة في أمسيتنا هذا المساء. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أهل الهجن، ومساء خاص يروح الهير ومساء للنايفة. يا أهل الهجن اللي متغيرة نمجح
شواهين بن هيان و أدهم بن زاهرة هم نجوم هذا المساء. لكن قبل ذلك باسمكم جميعا أرحب بالضيوف والشركاء في هذا المكان، السادة أعضاء فريق التحليل الفني في البرنامج. أبدأ كما تعودنا دائما من اليمين مع سيد بطيم الغراب، حياك الله أبو سلطان ومساء النواميس. أنا مسي عليك وعلى أخوان الحاضرين والمشاهدين والمتابعين، ومسي على خالي حمد بن هيان وبارك له على هذا الفوز بالناموس بناموس شواهين، وأسلم على أهل الهيار مسي عليهم بالخير، وبارك الخليفة بن زاهرة وعياله على فوز الأدهم بالمركز الأول وبالرمز البندقية، وأسلم على أهل النايفة مسي عليهم بالخير. وأقول لك شفنا الليلة ركض، شفنا ركض عجب ما شاء الله. صحيح. وأنا شفت ركض، أسأل الله يبارك الرعاية فيها، الله يخليها من شواهين من كيلو اثنين شارك لما تعيد اللقطة ما شاء الله، شفنا العجب. يا سلام. ولدهم شيء نجمة من نجوم الموسم. نجوم نعم. ولدهم وبعيد بن صالح سوين العجب بعد من اثنين شارك شال له رباع الزمول. هذا الركض وين هذه مبارك لهم، والله فرحانين للكل. استاهلوا. للشيوخ وللي معه اللي سبقوا وكلهم اخوان. يستاهلون. نعم ما شاء الله يوفقهم ويبارك لهم. الشاعر مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، انا ارحب بك ومسي عليك وعلى الاخوه المحللين والمشاهدين والنومس للاخوان اللي فازوا كافه سواء باشواط الرموز او باشواط السيارات او حتى بالاشواط النقديه. فنان الابيض هذا اللي عندك. مو بحولك. ها؟ مو بحولك. ليه؟ بس. انا اضيع مشكلتي. بس لونه يعني ملكي. يناسب الكدور هاي. والله ذاك اليوم اني صرت لين المول عشان اخذ متعود الحمد لله استغفر وسبح. جزاك الله خير. جزاك الله تقبل. ها؟ هذا بينك وبين ربك احمد. لا هذا طال عمرك انا بيني وبين ربي لكن تنصح فيه. لكن المسبوح طال عمرك هذا ما هو ديكور يعني. قال للتسبيح. له معنى. وبعدها الاصفر بعد فنان. واصل. طول مساء طويل ما يوصلك. مساء الخير ابو سعيد. نحن يوم نطلع من ربعنا مسباح. لا ما قصر شيء خفيف. نعم بس بالعضيلي تقبض. لا ما قصر. لا ما قصر. انا اعطيك بس يعني معلومه. اذا امرت ان تطاع فامر او فاطلب المستطاع. انت ساعات ما تطلب المستطاع. امسي عليك يا ابو سلطان ومسي على المعللين ونمسي على المشاهدين الاعزاء اللي يتابعونا عبر قناه دبي ريسنج، المشاهدين والمشاهدات، وسلامنا خطم مني صوب الهير وخلافي يويه صوب هيلي ويرد على النايفه ويمر غشابه بعد. يمر غشابه. نعم على غشابه. نعم النايفه دون وين وديت هيلي؟ لا ترى هيلي الدرب من هناك الدوار يلا على الدرب اليمين. لا مشكل العرب قبل. نحن رابين في هيلي هناك وفي العضيلي يمكن هو ونمسي على هالهيلي كلهم. نمسي عليهم على هذا السبق بن هيان وبن زاهر. يستاهل. بطي مساك الله بخير. سيد بنور وسرور بسلطان امسي عليك اخوان الحاضرين وكذلك المشاهدين. دكتور حياك الله مساء الخير. امسي عليك وعلى متابعين دبي ريسنج واقول ناموس بن هيان ناموس بن زاهره وشفنا صراحه الليله الابداع. صحيح. اذا شواهين بن هيان وادهم بن زاهره هما من كان عليهما العين والرهان في موقعتي الانتاج اليوم، فهل كانت الحول التي في جعبتها رمزين أو الحائل التي في جعبتها رمزين والاسم القوي الأدهم الفائز أيضا برمزين هما بالفعل فارسي الرهان؟ الإجابة بكل تأكيد نعم، ففي سن الكبار قد يشفع التاريخ والإنجازات، وكما يقول المثل أعطني سبوقا وارمني في الميدان. نشاهد ما جرى من أحداث في تقرير المرموم اليوم وعلى طريقتنا الخاصة. يحل الحجل مستغيرة لمجهزات ومستعدات هيا على قيام الكبيرة. أهلا بكم يا أهل الهجن الكرام في هذا اليوم الكبير. أهلا بكم يا عشاق هذا العالم الساحر في هذا الموعد الاستثنائي وسيف وخنجر الإنتاج لهجن أبناء القبائل من الحولي والزمول. سيف وخنجر فزاع الأصالة والتراث
من سينال شرف حمله في النسخة الثانية من هذا المهرجان؟ هل سيكون من بين الشعارات التي تستهدف بيرق الناموس حيث المركز الأول بثماني نقاط؟ هل سيكون من ملوك الإنتاج المعروفين والمعتمدين على الذات بدون مشتريات؟ هذا السؤال لا إجابة له إلا داخل مركاض تحفة ميادين السباق بالمرموم بعد نهاية الشوطين المرتقبين. ثمانية كيلومترات وأكثر من 12 دقيقة بقليل هي التي تفصل كل المشاركين في موقعتي الكبار. الرقص اليوم له قواعد وأصول ومساير دقيق للشوط، ومنافسات الحول والزمول يسهل فيها الترشيح بناء على الأسماء الموجودة وإنجازاتها خلال تاريخها الطويل في عالم السباقات. لذلك لا يخفى على أحد أن الكل كان يتحدث عن شواهين بن نهيان كمرشحة فوق العادة للظفر بسيف الحول، وعن أدهم بن زاهرة كأقوى الزمول الموجودة في شوط الزمول. لكن فوق أرضية الميدان قد يتغير كل شيء. أهلا وسهلا بالأصدقاء الكرام في يوم السيف وفي يوم الانتاج وفي يوم الكبار وفي يوم الحفوز. وحمدان حمزان هاي حمزان هذا الرياض يا أخي السيف كيف المؤشرات الهوية الحظوظ الحظوظ أكبر بوجود شواهين بعدين مؤشراتهم في الإذاعة وفي الثنايا ما شاء الله أصحاب الزين صح متفائلين زين يعني يقول يا فتى لا تحفز يعني ناقة من الشواهين ما يحتاج ولا وفي مؤشرات طيبة زين قول له يا فتى لا تحفز يا فتى لا بس يحفزون يشوف اللي عنده مستهنين راعي السبوق يعني يحفز يخاف عليها حفزات يخاف عليها شيء سبحان الله بعدين تركب مع سبق يعني زين ما علي حمود ليش عندكم اليوم؟ ها؟ ليش عندكم الريال اليوم؟ لجلب البركة والحظ لجلب ماذا؟ وبس اللي جلب ولا اللي قلب زين المتباهي اليوم في يعني متأمل في خبر طيب اني في الثلاث في النقاط ولا شوف آه يعني الأول صعب لا مش صعب قلت لي تماطي لا انت الحين تدخل في حسبة ثانية انت تسير تبغي السبك لكن أول شيء ضمن النقاط سويته لنا بلجيا لو خليته النقاط حق الأول تخيل ثمان نقاط اليوم تجيب ها بين إن شاء الله صعب صغير لا مو مش صعب تباهي ما عليه صعب تحيد ثره انت هني اللي ما له ثر ما يتبع ثره ما يقدر يسوي له درب جديد بس هو اللي له ثر في السبق ايه متباهي له عاده في السيارات قبل وعقب ما اخذ الرمز الله يوفقك ونتمنى يعني رغم ان المهمه صعبه مثل ما تفضلت لان شوط واحد مدموج مع بعض كل ولا انتوا على فكره اصعب من الحول يعني في غموض اكثر من شوط الحول ما لك خصم واحد ايوه اكثر الخصوم وايدين عندك بنزاره بس في الشوط هذا في الخصم بنهي الله يعين هذه راعي شواهين الله يوفقها يا رب العالمين راعي شواهين ايوه وحفزت زياده انت بكره بكرته حفزان شوي 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 شايل كيف ترقب هالهير اليوم يعني ان شاء الله الله كريم كلها كف الدعاء ترتفع يعني ان شاء الله نطلب ان شاء الله نطلب من رب العالمين ان يرسلون السلام لهالهير والله كريم كلها العرب مشاركه وكلها مشاركين في الشوط وكلها نسبك شواهين فارقه عن الحلال باعتراف المحللين فارق ان شاء الله انك تكون فارقه كلنا رشحناها ان شاء الله ان يكون ابشرك كل حد رشحها ان شاء الله وانت رشحته نعم اول واحد الله يوفقكم ان شاء الله الله يعطيكم ان شاء الله هالتبشير انا بايول اليوم في عزبه شواهين زين الله ان شاء الله عشان نعوض اواله الوثبه الله كريم مظفيرا ما خاب ظني يا ابو سعيد من الناس التي تعشق تصدير السبق في الاسنان المتوسطه والكبيره نعم صح ما بالله هو كلن يعشق الغاليش لا بس هو متخصص ما شاء الله بس هو له نظره اي له نظره انه ما شاء الله ها بكرات اللي بايعنهم يني تراشته الاول الحمد لله هذا ناموس العاصمه صراحه هذا ناموس الجميع يستاهل طول عمرك ابو راشد يستاهل السبق أنا أسأل المشاركين في الشوط شو شعوركم وانتم تشاركون في شوط محسوم يعني انت تشارك تلعب على الثاني ولا الثالث لأن الأول ما والله شوف انت قصدك على شواهين صح كل حد اتفق عليها ما في حد ما اتفق ما حد اتفق على شواهين احنا من مرشحينها بالضبط وناقة يعني وصلت قوية المركاب هذاك النهار قوي لكن الأمل ما ينقطع في الثاني والثالث نعم حتى في الأول الإنسان اللي يركب
ما ينقطع أمل. اللي ينقطع أمل هذا مهزوم من البداية. أخير له مرة ما يجيب أنا. واحد لو ما عنده أمل بخلونه لا, لا 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 ما فيه الأمل ولا في شوط. ناقص أبوك. ناقة يمكن تي بينها وبينها 400 بس العمل موجود. هذا يكون انك انت تبغى الثاني والثالث مو مش غلط. قلت لك غلط كيف يا اخي غير الاول شعار هذا شعار الشيخ محمد الشعب. انا اقولي بس واحنا مطبقينه انزين حتى البيرق بكلم قدام ترى انا وراه يا خلي بعمره ما بتخلونه خليها ضاعت اروح المنافسه اصلا لانه باقي ثلاث مراكب عندي ثلاث مراكب وترك يوم تنافس القوي والإنسان اللي هاب ريح الروح هذه أنا موسى شوف هذا الرجال ترى راعي ركب نعم. إيه اليوم بالشوط سبق ولا ما سبق مستانس راضي وقانع مستانس نعم يا سلام رجل عند الله هو حمدان بن محمد سوى دعم غير معقول وغير ما حد يعرفه الحين ذي بيرق لباه لنا ذي بيرق لباه لو ما عاد يبقي ذكينا في الله ميم وشرينا والبير يلا جيبه صحة طيبة وإن شاء الله بتشتري وبتجيب البير أبو محمد الشرك الشرك الله يجزيكم خير ونعم وكلامكم يبجون ويه طول عمرك يا أبو محمد وكلامكم كله صح وهدد بالشرك ولا وشو الهدة ما هي هدة ليلا طول عمرك الرياسة ولا عصبة كلهم يدهم واحد وسرعهم واحد أكيد ولكن الركض احنا المعايا حلوة لا معايا حلوة والركض كلهم بغايس بقربيع صح نيويورك عزيز سيد الله فرق سبقه جزاك الله خير والله كلام صح ما في شيء الركض رياضة انا الأول انباسة نغامض ويوم الصبح نركض ونسرح ربع خلاص ما كل واحد ينسى شفت نعم برافو عليك نعم. اشكرك يا ابو محمد المرشحين ان شاء الله احنا مرشحين ومتعدلين ان شاء الله كاشخين اليوم يوم عيد نطلب من الله الخير ان شاء الله منو اليوم منوة الخاطر والفوادي امين جاهزه والله جاهزه ان شاء الله اي بس ابو محمد انت اليوم بتركضون في شوط محسوم امره هذا هم قالوا محللين الله كريم ان شاء الله على شواهين خلاص يعني الله يوفقنا احنا على شواهين اخونا وعزيز علينا والجميع كلهم لكن بنحاول كنا للمحاولة من أبو حيدر يا مرحبا سعر شو ظنك في منوة اليوم انت؟ تجهيزة بتخبرني؟ هي تجهيزة تجهيزة تمام ومنوتي نيف ان شاء الله انها الأول صدق ان حفزان والله حفزان هذا حفوز السبوق ان شاء الله هذا حفوز السبوق يا أخي حفزان محمد ايه كل حفزان العرب هذا المتصدر يدفع الضريبة كل والله ما طول عمرك الصدارة للشعب دولة الإمارات كاملة قيادتنا الله الحمد لله دائم صدرين إن شاء الله في الإمارات مياس اليوم جاهز والله الحمد لله كلنا جاهزات والله يعلم بالخافي وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى نتمنى كم نقطة حاطة في بالك محمد أنت تحسبها بالملي والله يا أخوي بالنقاط الحين أنت ما تحسبها وبعدها النتائج الأخيرة ما طلعت صح لا من مركاضة صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد ولا هذا صحيح. فواحد ما يحكم الحين إلا بعد النتائج اللي هي بعد الفحوصات وثاني بالثانية اللي طول عمرك البيرق والنقاط هو على كمية الحلال الموجودة السبق عندك وعلى الشراء وعلى الوقف وعلى الجبلة وعلى الكاتيب وإن شاء الله تفتك من الأمراض والضلع والمشاكل والخلة فما حد يقدر يحكم لنا آخر مركاض آخر مركاض اربطوا الأحزمة احبسوا الأنفاس شوط السيف ذروة السنام للإنتاج ينطلق بمشاركة عددية ليست بالكثيفة لكن النوعيات من أفخر ما أنتجته عزب الملاك المشاركين 4 كيلومترات الأولى تنتهي وتنقضي وتختار الصفوة القادرة على إكمال الصراع الطويل حتى النهاية 5 مطايا على المقدمة تأتي شواهين اللي عليها العين في صدارتها والمجموعة تضم هتاشة واليمامة وصبا وصخب لكن شواهين حاصدة الرموز والسيوف لا تحب الزحام فهي وبدون أوامر تنطلق إلى الأمام وتترك مربعها للريح
فتحدث الفارق الكبير وتسعى المنافسات إلى اللحاق بها وتقليص الفارق الكبير، لكن هيهات، فالدماء الشاهينية تجري في العروق والشوق لسيف ولي عهد دبي جدا كبير، وتدخل شواهين إلى خط البودرة بمفردها دون مضايقات، تتهادى وتؤكد أنها حول سبوق ما فيها حيلة، وسيف الإنتاج يذهب إلى الهير ليجعل أهلها أسعد السعداء، وناموس الفخر لمالكها حمد بن هيان العامري، وسلام راعي اليمشى سلام. خلاص ارفع التحية 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 التحية، سلام يا الهير، سلام سيف ولي عهد دبي لهذه الشواهين، جاءت هنا في القمة وحققت القمة بلا منافس على الإطلاق، ما شاء الله وتبارك الله. يا حمدان يا حبيبي، الناموس الناموس ناموس حق خير. شو سويت؟ سويت اللي سويت. شو سويت؟ طلعت من الجامعة وفرطت قطر، شو سويت انت؟ سويت اللي هناك. حفظان ها؟ حفظان خلص الشوط؟ والله خلص. خلص الشوط؟ الحمد لله والله خلص. شو رايك؟ رقم واحد. لا لا انت انت تسوي عمرك حفظان، بس انت كنت واثق من الشوط. ايه والله واثق. ها؟ ايه واثق. خلاص حفظان. الحين حفظان ولا فرحان؟ فرحان. في ناس قالوا ممكن ان يسبقون شواهد اليوم. ما تطيع شواهد، نبونها ميمله وياملتنا اليوم الحمد لله التوفيق. اي بس كان في مجال انها ما تاخذ الشوط اليوم ولا صعبه؟ والله انت شفتها صعبه ولا لا؟ صعبة. ها؟ صعبة. بس شو هالثبات اللي على المستوى هذا؟ شو هالثبات اللي فيها؟ الحمد لله ناقه ميمله وما تعطينا اللي بغيناه منها، ما تقصر. بعد شوط الحول وفوز شواهين أقوى المرشحات، كان الكل يسأل هل سيتكرر الأمر في شوط الزمول ويفوز أدهم بن زاهرة بخنجر الإنتاج؟ على ما يبدو أن الإجابة هي نعم، ففي آخر كيلومترين يهجم مشاكس والأدهم على راصد ومياس بشعار بن كليب، ولذان قاما بير الشوط ويتقدم الأدهم ويتخلص سريعا من مشاكس، لكنه يفاجأ بوصول شاهين الحميري الذي لم يقدر على مجاراته سوى ثوان معدودة قبل أن يشغل الأدهم محركاته ويطير إلى النهاية خاطفا رمز الإنتاج، مهديا سنام الرموز إلى مالكه مبارك بن زاهر الخيلي، وسلام العين، سلام سلام النايفة، سلام. اليوم ضرب الكبار، اليوم ضرب الكبار، وسلالة شاهينية، سلالة شاهينية، تهانينا لك يا بن زاهرة وشاهين بن زاهرة وإنتاج بن زاهرة وخليفة بن مبارك بن زاهرة. الحمد لله، هذا كله هاي بركاتكم انتوا يوميتونا بعد. الحمد لله دعيتونا أنا نسبك ورشحتونا، الحمد لله هذا توافيق من الله. ما كنت شاك في الأدهم اليوم؟ ما كان عندك شك إنه ممكن ما يسبق الأدهم؟ والله أكثر الظن أني حاس يعني بطمئنان يعني. حاس يعني ما يتني حفوز، الحمد لله والناس كلهم مشجعين وتبعين ما عنده مراقب متوقعين منها أن يكون يدي أداز. شو اللي خلاك مطمئن؟ تحس فيه؟ تحس حس يعني قال خص يوم مركز ثلاثة لقيت بنا أيام. يعني استانست. غالي عندك من غير شو غلا عنه؟ يوم سبق بن هيان أنت استانست؟ استانست نعم. ليش؟ أكبر ناس لأن مستواهن بعيد. ثابت. ثابت مخلات رموز يعني. ومستواهن واحد ورياله يعني خال ومحب للعرب كلهم. سلامك وين يروح؟ تحياتك. أشواقك. أفراحك. صاحب السمو رئيس الدولة. يا سلام. والشيخ محمد بن راشد. الله يطول عمره. وولي علهود محمد وحمدان والشيخ منصور. والشيخ سلطان بن حمدان وشعب الأدهم كلهم. نسير العين؟ نسير العين؟ وين في العين؟ في العين النايفة. العين ترياك في النايفة؟ في النايفة وغشابه بعد. يعني انت مبونك الأول في النايفة، شو تبعك؟ مبوني في النايفة. مبونك في النايفة فوق. الحمد لله. ناموس الأدهم شو ثلاثة؟ شاهين. شاهين نعم. شو من شواهين؟ كليلي. كليلي نعم. نعم ونعم نعم. بالنسبة لكم صارت عليه يعني مساومات؟ في مساومات من العام يوم يأخذ رمز الثنايا في الوثبة ولا بعتم ولا بعنا
والحين الذهب صعب تحصله، ما يلقى ما يلقى، والمحافظة على القمة الوصول سهل بس تحافظ على القمة صعب. صعب نعم. شو بدرك بالوذبة؟ بدرك بيه بالرمز. الحمد لله يا رب. صعب صعب صعب. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا العيار الثقيل ثقيل بس لا بس سلالة شاهين هاي هي بس في كان في كان اكثر من بعير مرشح على الادهم. صح انه كان مرشحات منو خذه الادهم خلاص هي بس الادهم مو يعني الادهم اقوى زمول الحين حاليا الادهم اقوى بعير في الانتاج اقوى بعير في الانتاج. والله نشكرك اللي قاعد ثلاثه رموز اليوم الثالث ضايف لنا في سنه واحده. نعم العام والسنه في الوثبه والسنه ثلاث. اي نعم هو خبرنا ان حمد سلطان قال في تفكيرنا يبيعون. لا 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 يبني بتاع ما في شيء ما يبتاع يا خالد. انا ما ابغى ابيع ابويا ما يبغى يبيع. انا ثاني هو يبي يبيع انا ما اقول له ما ابغى. بس احنا وصلنا لقناعه انه اذا وصل لاقيام خاصه اهل البيرق يمكن يشترونه. لا هذا بيجيب لهم نقاط. هذا فيه 8 نقاط رايح وسعره غالي. وسعرها سعره غالي ما علي بيشترونه سعره غالي ما علي ما في شيء للبيع. شو قال لك بندري؟ ما قال لك الذهب لا يصدق؟ لا يصدق ان شاء الله من الادهم بيكون الذهب اللي لا يصدق. بسلطان احنا ما قلنا البعير ممكن ينباع ما في مشكله. خلاص شلوه البعير. ها اشتروه شلوه هذا الخبر. ها شلوه ناموس يا مبارك على رجال ما يقودوا ختام ختامه ما يقودونه. ناموس شله حمدان شله. لا اذا يباع حمدان ما يقودوا ختامه شله حمدان. اذا يباع حمدان شله شيخ حمدان ما يقودوا سلام يعمل على رقابنا مره رقابنا يفدنا. ها صار لا بس حمدان ما بيشتري يعرف ان الراعي رموز الانتاج. هذا الرمز الثالث ان شاء الله يعني صراحه تالق نفس شاهينيه نفس شواهين نفس رطمها الثالث الرمز الثالث. غالي عندكم البعير؟ شو مو بغالي؟ لو ما البعير هذا ما سوينا رسابح. اجوردي ونا الكامل لو دروماديغ ريسينغ دونك سي انكرويابل. الله. اجوردي وني تخي هابي تخي غافي دو اريفي لو بروميير باسكو ونا دو بارتي دو كورس. يا مكحل العلم سوادي بنت الكلب تسكن الظل. ايوه ما ينعرف بدوي يا بادي. ايوه وين ناموس غير ناموس غير ناموس غير طعمه غير غير طعمه طعمه غير يوم زين الحين اسال يا سلاش اي شو اسالك عقب الناموس شو اسالك بس غدك انا ما بسالك بس غدك. هذا ناموسكم وناموس الشيوخ. حلو الحمد لله الحمد لله. هذا الرمز الثالث رصيده. الحمد لله وان شاء الله ناخذ ان شاء الله ناخذ الرمز الرابع. او ماي جاد في الميدان الوذبه. Are you sure? Yes, I sure. And I promise. You promise? Yes. Don't promise. Maybe. Say ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. Yeah, thank you. That's it. And what about you? I am what you want to tell. What you feeling now? I feel happy. I am crazy. أهالي الهير بمدينة العين عاشوا الأفراح والليالي الملاح مع الظفر بسيف فزاع عن طريق الحيل الشهيرة شواهين وليس بعيدا عن دار الزين وتحديدا في منطقة الوافية أو النايفة.
كان هناك من السعادة والفخر يعيشون هل النايفة في عنان السماء بخنجر الزمول الذي انتزعه الأدهم لبن زاهر الخيلي بكل جدارة واستحقاق. فرسان البيرق على ما يبدو أنهم لا طاقة لهم عندما يكون التنافس على أشواط الإنتاج، وجدول ترتيب البيرق يظل كما هو دون تغيير في المراكز الثلاثة الأولى انتظارا لليوم الكبير والشوطين المفتوحين في ختام هذا المهرجان. ألف مبروك لأصحاب الناموسين الغاليين وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. جدول ترتيب البيرق بعد اعتماد النتائج النهائية في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم وصلتنا النتائج وقامت اللجنة مشكورة بإرسال النقاط النهائية بعد التعديل والتغييرات البسيطة، لكنها لم تغير شيئا في جدول الترتيب. نتابع طبعا في جدول الترتيب، أقصد الأسماء المقدمة: سيف بن كليب برصيد 49 نقطة في المركز الأول، محمد راشد بن غدير برصيد 44 نقطة والفارق 5 نقاط فقط، سعادة فري بن حمودة مثل ما هو نفس المركز ونفس النقاط، وفي الرابع مكرر هناك محمد سلطان المرخان، سعادة صالح بن نصرة، سالم بن منانة، بعد يأتي مظفر بن خموشة أضاف اليوم أعتقد مظفر نقطتين، هي نعم في المركز الثالث، محمد هجب بن زيتون نفس المركز، وبقية الأسماء تأتي تباعا. مشاهدين الكرام، في صارت تغييرات بسيطة في في الجدول بالنسبة للمراكز الأخرى، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المراكز الجاية إن شاء الله، والتعويض قادم بكل تأكيد. باقي لنا شوط مفتوح زمول وحول يوم الأحد إن شاء الله، وممكن نشوف تغييرات كذلك في الجدول الخاص ببيرق الناموس. الآن أذهب للشوط الأول، ومثل ما قال السيف في البداية قلت لي ركض، هذا ركض اللي شفناه اليوم، ركض ممتع، ركض قوي. نعم ما شاء الله شفنا ركض وشفنا حول طعمك فيه الشوط الأول بالنسبة للإنتاج. نعم وشفنا ما شاء الله شواهين اليوم مروح ما شاء الله تبغى الركض، ترى المطيهم الله يوفقها قبله هو معدل. نعم مروح ترى مطيهم ما تانس هايس ولا تلقاها تذرة في الركاب، وكما بغيت تم ما تباهن، لكن الناقه الليله مروحه ما شاء الله تبغى الركض وتبغى المنافسه، وفيها سبق ما شاء الله عاد هايل الليل، هدت اداء ما شاء الله طيب وركض طيب زي. رغم الحول اللي وياها حول سبق لها المستوى ولها المنافسه ولها الرموز، لكن الناقه ما شاء الله سارت ويا البوش على سيرهن وفارقه شوي، لكن لا ما شاء الله من كيلو اثنين. طيب لحظه لا تحط لي الشوط، خلت الشوط تحط الشوط، خلت الشوط ما شاء الله شوطين. طيب المسافة اللي حطت يعني تقريبا ما يقل عن فصلت الشوط. نعم فصلت الشوط، خذت العكاسة وخذتنا نحن يا بعد يا معلقين ومتابعين والجماهير، والشوط الثاني تم عما قال ركض ركض الباجي، لكن الناقة المسافة اللي حطتها بينها وبين بوش وعنده احتياطي. طيب نعم. أنا نسيت بس اسمحوا لي أرحب أخونا محمد بن سالم بن حمد بن نهيان العامري، راعي شواهين وأحد فريق العمل العاملين في هذه العزبة الطيبة المبروكة، نقول لك الناموس يا محمد ومشكور على هالوصلة. جزاك خير. راعي مستانس اليوم؟ نعم عاد اليوم نحن نبغى نتخبر عنك أو نتخبر عن شواهين منك أكثر في التحليل ومع المحللين، شو رأيك؟ إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. ولا ماشي حفوز بعد الحين خلاص؟ لا ماشي حفوز. حفوز خلص صح؟ خلص. لا حيدة في لندن قال لي بتينا وبتنوم سنة العام تحيد؟ نعم. الصيف؟ قلت لي هيثم مطمش السنة هاي وفعلا يعني. لا في المفتوح عنده شيء بعد. في المفتوح ما أعرف عاد هاي لازم. أقول لك حفوز بعد مستمر. شيء في المفتوح ها؟ إن شاء الله. لازم تخبرنا كل شيء ترى نحن. لا نحن لجنة التحقيق اللي ترى في الاستاد. لا تبين شيء. لا تبين شيء لين ليلة. نحن إذا مادة نحن. شيء يتخفى في ما يتخفى. شيء واضح. شيء واضح. صح. وانظروا في الحاضر. اليومي. هاي ما يذكروا الماضي يا علام. يا علام. بس هاي مو بالسالفة. زين أذهب للشوط مع أحمد بالعضيلي وكل حد بيتكلم أكيد في الشوط وبنشوف اللي صار في الشوط. تفضل احمد. الشوط طبعا طبيعه اشواط الرموز تبدا سريعه على رتم سريع، لكن اللي سرع الشوط من البدايه وجود شواهين في مقدمه الشوط. نعم. مستهدفه الاولى من قبل باقي المشاركين بحكم تصنيفها بحكم حصولها على اخر على رمز في اخر مشاركه،
انكشف مبكر الشوط بالنسبة للجمهور وبالنسبة للمشاركين بعد ما أبعدت البكرة الناقة اللي هي شواهين من باقي الحلال. صار هناك ضغط على باقي المنافسين، أسامي معينة حاولت اللحاق بشواهين، فتأثرت نتيجة هذه الركاب بسبب روغ شواهين. على عكس بعض الأسامي اللي موجودة في الشوط كانت تخطط على بعض الأرقام المتقدمة واستفادت من هذا الوضع، مثل ما يقولون مصاب قم من عند قم من فوائد. يعني استفادت أنها تأخذ أرقام طيبة في الشوط. نعم. ومراكز متقدمة. مراكز متقدمة. حمد يوم أنت منافس، لو قلنا حمد بطي موجود وعنده حايل في الشوط هذا ويخطط للشوط، بارك فيها شواهين صعبة جدا، ما كان في مجال أو سيناريو ثاني غير اللي شفناه اليوم، صح؟ صحيح. ليش؟ شوف فرق مستوى الناقة يعني هو اللي يعطيها المستوى اللي طلعت به الليلة. الناقة فارقة مستوى، والناقة عليها ظروف وعوارض صحية. الناقة فيها حسب ما سمعت من رأيها سالم بن هيان أن الناقة تعرضت العام لإصابة والسنة ما زالت مستمرة فيها الإصابة. ما شاء الله. بس ما شاء الله رغم الظروف ما شاء الله اللي على الناقة هذه، لأن الناقة عملاقة، ناقة فارقة عن مستوى بوشة الجماعة، ناقة السير مستوى ما شاء الله تصاعدي كل مركاب أحسن من مركاب. نعم. على الرغم اليوم روحت في شوط مفتوح في جائزة زايد الكبرى، شواط عزل كانت في محليات ومهجنات. شوط اليوم تقريبا أصعب بحكم أن شاركن عندها مهجنات ومحليات. نعم. السبة كل اللي شاركن في الكبرى والنوعيات اللي شفناها حضرنا في إشارة الشيخ محمد بن زايد حضرنا الليلة، والناقة كعبها عالي على يعني اللي في الشوط. يعني صعب اليوم فارق الناقة. أبو محمد أنت بالصدق نوعية الشواهين من طراق الستارت حطت كل المنافسين في ضغط، ترى مشكلة أنك أنت تقول في أمل ناقة قريب مني وأنا ممكن أنافسها ولا أقرب منها. مشكلة أنها من انطلق الستارت راحت في المقدم عند ثنتين ثلاث، الآن اللي يبغي ينافس يدري أن شواهين المرشح الأولى، فمعناه كان مؤخر. شو يسوي من الكيلو الأولي؟ لازم يضرب، لازم يروح يحرك. لازم. المشكلة في الكبيرة أن شواهين تضغط على منافسها من الكيلو الأولي، فمعناها اليوم اللي بيركض عند شواهين المركاض الجاي أظن يمكن تقريبا يقول أنا أبغي ثاني أو ثالث، أو ممكن أخر أدور له شيء، أو يمكن يفتش أكثر من اسم معاه. لا ما أتوقع أن يفك في هالمستوى هذا. لا. صعب. صعب لأن شو إنتاج. أيه. المشكلة الإنتاج ما تقدر تشتري. أيه أنا معك، بس ما في يعني أسماء ممكن تجارية في الموسم هذا. كانت في الكبرى. أيه. كانت شواهين أبسط أداها لأنها وصلت الكيلو الأخير عند الركاب مرتاح، وراحت عند 300 و500 وباعدت من الركاب. اليوم من دبر تدبر في المقدم وذاك مرواحة عندهم. أه. وتم تبعد الشوط، فأتوقع أن شواهين خلاص صارت رقم صعب. أتوقع أنا الفرق يعني بين مركاض اليوم ومركاض الكبرى، بكره مركاضها الناقة كان مركاضها في الكبرى طيب يعني ما يقل عن مركاضها اليوم، بس الناقة ذاك اليوم ما كان عليها تركيز الأنظار مثل اليوم من قبل المشاركين. صحيح. هذا أثر عليها يمكن يعني عرفوها المنافسين أكثر بعد مركاضها. الناقة معروفة من العام ماخذها رمز. بس ظهورها السنة كيف يمكن كانت متخفية ويركضونها في الذيد وفي بعض الدول الفريقية. هذا رأيها عندك بعد ما نتخبر نحن على الموضوع. لا اللي بضيفه لك أبو سلطان، أنا آسف بضيف لك، شوط شواهين المراكيض الجاية بتلقاه خفيف، ما يروحون 2 3 5 6 بالكثير، كلهم يروحون لا مثل المرة هذه وغيرها ما بيكون موجود. خلاص لأن الشوط محسوب إذا الناقة صاحي وبخير وبنفس الطريقة ما تنسب. صح، لأن هذا شيوخ. أوكي تفضل. الله يعطي الصديق من مثلها. شواهين طال عمرك ركضها الليلة يعطينا قبل بزعيم ركضها غير يفرق عن ركضها. ركض الوثبة كانت الناقة ما كانت بنفس الطلوع هذا اللي طلعته الليلة، كانت في الحلال متأخرة، عندما وصلت الأمتار الأخيرة طلبوا منها اندفعة الناقة. الناقة فيها اندفاع غير طبيعية ما شاء الله عند ما تطلب منها في الأمتار الأخيرة. الليلة الناقة روحت جدام مستانسة ومطية السبوق، من تروح جدام صعب أي مطية جاريها، وهي فارقة في الأشواط، فارقة فرق بسبق يعني وأداء متميز. وفوق هذا كله اليوم أفضل توقيت اليوم شواهين. أفضل توقيت والناقة ما شاء الله تاني. هذا التوقيت 12 و24. نعم. وجزء الناقة هاي فيها نهاية غير طبيعية. صحيح. صحيح. أبو سلطان 100%. نعم مراكيضها كلها اللي تابعنا. صحيح. الناقة هذه تسحب الشوط بعد 5 كيلو في موقف صعب على كل المنافسين.
صعب لا انك تقدر تدفع عندها, ولا اذا عندك مطيه لحاقه تقدر تلحقها في 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 هذاك المكان. يعني بعد الخمسه في بعد الخمسه تسحب الشوط في الوثبه تقريبا بعد الخمسه سحبت الشوط واليوم نفس طيب الطريقه. طيب سهيل ابتسم اشوفه. لا انا اتذكر بيت قاله الغنامي رأس يوصي ربيعه حيشوطها لا يقرب حذاه. فانا ابين المصلحه. لا يعني ما في مجال. الناقه ويسمى يوم تركبها في الاسم هم مستعده, يوم تركبها في الوثبه هم مستعده ولا عندها جهوز جهوزيه كامله. مركبها من السته ومركبها من الخمسه طبعا, وكان عندها مقاس بعد يوم الركب, لكن خالي صر انها تركب. خالي حمد حتى سالم يقول كنت ما ابغاها تركب, بس حمد صر انها تركب. وركضت الناقه وتيملت له في جهوزها. زين نعم حلو. انا ابو محمد يكلمني عن الناقه من بدايه مراكيطها السنه هاي وين ركبتوا الناقه؟ شاركت في الذيت 3 اشتراكات وكلها سبق, ورابع اشتراك في جائزه زايد الكبرى. بس افضل تيملها اليوم. اي نعم اليوم. احد الجنود المجهولين عندكم في العزبه حربي. اي نعم. وحربي ما طاع يطلع في الاعلام, ما يحب ما حضر ركض اليوم. ما حضر ركض؟ لا يتابع في العزبه. ليش؟ والله ما بس حفزان اظني حفزان يمكن تحفز. نعم اي لان اليوم يجي بعد ما يحب اللقاءات. هو يتابعها كل يوم. يتابعها هو المسؤول عنها المباشر دائما. نعم. كل يوم في مروحه ومصاحه وتفاحيمه كله عنده. اي نعم. نتائج بالنهيان لو حسبناهن كنقاط قريب ال20. ايه لو سجل لا هنا 23 اظن 23 لو سجل معناها مثل بالنهيان مور كان يسجل. احنا نعتب عليه هل لان ليش كان ودنا يسجل في البيرق؟ نعم هل البيرق محروق اعصابه وهو ما سجل؟ انا ما ادري ليش السبب. في عندكم شيء سبب؟ لا والله ما شفت. انا كلمت انا كلمت عبد الله قال هيثم في الاسنان اللي قبل ما عندنا استعداد. ما عندنا استعداد ويمكن ما نجيب نقاط كثير. انا صراحه كلمت سالم قلت له ليش؟ قال انا الشيخ قال امرنا نسجل وفكر امرنا نسجل ما ادري شو الطريقه. هل سجلت ولا لا؟ والله ما ادري. النقاط موجوده. انا اقول توقع مثل هذه مطروح. لا انا عادي عارف عمل. لا انا ابغى اقول حق الاخوه المتابعين بشكل عام, ترى ابدا ما ينقص من قيمه اي شخص انه يجي في المركز مثلا العاشر او ال15 في البيرق. يعني التسجيل في البيرق لا موسيقى. هذا التسجيل البيرق لوحده شرف. وانتظروا مفاجآت للبيرق بتكون مفاجآت طيبه ان شاء الله. ونتمنى ان الاخوان شويه بس وجهه نظرهم وفكرتهم على البيرق لازم شويه تنتشر اكثر واكبر في الفتره الجايه. التسجيل ثقافه البيرق. ثقافه البيرق بالضبط. فاحنا ان شاء الله السنه هاي بتشوفون خاصه في الحفل الختامي راح يتم الاعلان عن كثير من المبادرات الطيبه في نهايه هذا الموسم. محمد جدول الناقة عقب هذا المركاب بيكون في الوثبة مثل ما سمعنا إن شاء الله. يعني مشاركتها رسمية إن شاء الله إذا الله كتب والله يبارك فيها ما يصير عليها أي طارئ إن شاء الله بتكون موجودة. إن شاء الله بتكون موجودة في شوط السيف. شوط سيف الإنتاج المحليات. أي نعم. بيكون شوي يعني أخف قوة من الشوط هذا بس أنا بطلب من الخالة ينقلها في الشوط المفتوح الرئيسي. طلب الحين على الهواء نبارك. طلب ليش يا ابو سلطان؟ هذا طلب من سيل مغرب. يا ابو سلطان ليش؟ شوط انتاج وايش واهين تروح مرتاحه ان شاء الله حد منها. لا ابا يبي لا الشوط مفتوح. هو شوط يصير محليات. ها سيف المحليات مفتوح انتاج قبلي. لا لا لا, لا في مفتوح. لا لا هدف يسوي فرصه لغيره السعوديه. انت تبغى تسوي فرصه للثاني والثالث يمكن هذا هدف. لا انا فكرت شوط مفتوح. لا ما شاء الله يا ابو سلطان اللي ما عنده اهداف الريال. إيه لا انا فكرت بشوط مفتوح. إيه نعم إيه صحيح. قول لي هويه الناقه ابو سلطان فريده. الان التوقيت كان 12:29 اليوم التوقيت 12:24. اتكلم عن اشواط السيوف. نعم يعني احنا شفنا المهرجانين السنه والعام في توافق في التوقيت بس شواهين كسرت التوافق هذا او كسرت التوافق. نعم. يعني كسرت تيم العام. نعم. كسرت تيم العام فرقيه يعني تقريبا 5 ثواني. وحمد الليله الناقه فيها بعد غير التيم هذا. زين الناقه فيها الصراحه عندي 4 ثواني 5 ثواني. انا عشان بس اخلص محمد لان بعدين بروح لشوط الزبون ما باخره لكن ابغى اخذ من اكثر بعد من المعلومات. هي الناقه بارك فيها موجوده في عزبه الجبيب بعد. اي نعم في الجبيب. هي موجوده في الجبيب. وترتيبها عند منو قلت لي؟ والله عند الوالد وعبد الله. اذا والراي والقرار النهائي عند من؟ عند الكونغرس. عند الوالد حمد كونغرس. حمد عند الكينج. كل القرارات اذا عليهم شغال عليهم القرارات كلها عنده. اذا تبى تستفيد انا اساله
شاهين بتركونها وين في الشوط المفتوح؟ شو استعداد شاهين؟ شو شاهين؟ برلين لكن غازي برلين ان شاء الله بيشارك الوثبة في شوط الرمز. ها ان شاء الله. انت شو سميته يوم تذيع عليه؟ سميته بسمه الغالي. لا سمينا على لا شو ذاع شو ذاعه ما ادري. حط الشوط بتشوفه. لا والله ما ذاع برلين. تأكد شو ذاع؟ ذاع برلين. لا والله ما ذعت برلين. شيء ذعته ايه ادري شيء عنده الغالي. عندك الرابط سمعه برلين اظني. لا بعدين خلاف عده. لا لا قبل ذعنا الغالي. يمكن خلاف عقب الوصله. زين بعد هذا الشوط إذا نتابع نتائج الترشيحات. 8 نقاط بصراحة مهمة كانت للمحللين وأنا وياهم الحمد لله. 8 نقاط إذا شواهين الكل ذهب مع شواهين. 8 نقاط نقول الناموس لجميع المحللين على هذا. لا بس أعتقد دكتور مرشح الفاتنة. لا 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 هاش الشغلة هذه. صح صح يا لا لا ابو سلطان. لا لا غير لا انا ما غيرت. غيرت هني هني وقال لك هيثم انت خسران. ابو سلطان موجود الرابط مال الغالي الحلقة. دكتور شغل حلقة. دكتور شوف دكتور وخبير في الهجن. وعارف بيروح. بس ما علي ابو محمد بيروح. لا وبيروح بيغير من شواهي. لا انت رشحت الفاتنة ل لبن منانة. نعم. لكن نعم. تمثل عبد الحضيري. ما تمثل تمثل عبد الحضيري. لا تمثيل. لا تمثل عبد الحضيري. تمثل عليه. لا تمثيل عندك الغالي. أنا بخبر. شو بيركض ونعيد. لا يا أخواني يا ابن الغراب. أنا كنت تمثل. ما في موضوع تمثيل. لا لا بس أنا كنت تمثل عبد الحضيري. ما تمثل. لا لا اسمح لي اسمح لي. تمثل على ابن حضيري يعني شوف. ما تمثل على. شوف أنا أقول المخرج شوف. في تمثيليه المخرج عماد والبطل الدكتور وضحيه بن حضير. ليش الضحيه؟ ليش ليش الضحيه بن حضير؟ هاي تمثيليه. لا لا ما يصير يا بابا. لا لا شوف لا لا احنا ما نغافل لك. احنا شوف لا عن كلام الركض انها تمثيليه. لا 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 ما علي. خلي خليك من كلام الركض الحين. احنا نتكلم عن البارحه عشان تكون عندنا مصداقيه يا جماعه بدون سوالف. انت البارحه بالشرقي قلت اني انا بغير ترشيحي. انا شفت شو مسجل. شفت شو مسجل احمد. خلكم بس والله منصفين. امس ما قال بيغير. ما انا ما اذكر البارحه. لا ابو سلطان حتى انت قلت ما خسر. انا ما عندي مش شوف. لا لا انا ارسلت مسج لسالم خليفه. شو ارسلت لك؟ شواهي هنا غيرت. خلاص غيرت. لحظه شو المسج هات. هذا قبل بس في الحلقة غير. بعدين تحت شوف تحت الهواء. على الهواء غير. لا على الهواء غير. على الهواء غير. لا 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 عفوا سالم يقول تمثيلية. لا قلت تدري ليش مادي عرضها على الهواء غير الرجال. تدري ليش ليش انا قلت عشان امثل الطريقة واحدة. قال لي تحت الهواء بن حضير مشواهين مش مركضة ممكن. قلت لا 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 ما قال. لا 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 ما لا لا ما قال ابو محمد. انا ابو انا الركض سالم الركض والترجيح ما في تمثيلية. لا لا ما في تمثيلية. نعم وين انا ما علي ما علي ما نمثل الحين. الحين دكتور خلاص شواهين شواهين خلي يرد لنا المعد الترشيح عماد. انا متاكد اقول لك الفاتنة عشان يسمعون. لا 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 الجمهور يعرف ان الفاتنة امس حمد. بس بكل أمانة أنت سمعت أمس الدكتور غير الفاترة ولا ما سمعته؟ أنت شوف اللي معروض على الشاشة. أنا سمعت بس مش متأكد. البارحة شو نزل عندك يا عبد الله يا مخرج عبد الله وادي؟ أنا كنت أقول لك مع بن حضيرم يا رجل. كنت أعطيني ترشيح البارحة سعيد. شو محطوط هالحين؟ شواهين محطوط غيره. أنا سمعت إيش أقول لك؟ ما قلت شواهين. لحظة دكتور أنت كلمت عماد عقب الحلقة وقلت له غير. هذا الكلام ما يجوز. من هو؟ أنت كلمت المعد يقول لي على لا 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 خله هو مخرج أصلا. هو مخرج التمثيلية عندي ولا البطل والضحية غيري. شو بطل بطل شو ضحية هذا في انتقاص يا دكتور. لا 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 عفوا عفوا خلاص. لا لا لا, لا. أما تبون أنت أنا بدريبكم عشان تلحقوني. لا لا ما بعشان نلحق. لا 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 لو حطيتوني على الفاتنة ما تلحقوني. دقيقة الحين حمد بطي الحين الدكتور خلاص أنا بسوي تصويت حمد أنت شوف الحلقة. لا الحلقة قال الفاتنة على الهواء قال الفاتنة. خلاص سجل لي الفاتنة. خلاص سجل ما يلحقني بالحضير. أنا ما لحق أنا الغالي خلص. بس أنت انسحبت على الهواء مباشرة. أنا سجلت ترد في كلامك. الناس يتابعون الملايين يتابعون. سجلت قبل شواهين قلت بغير ترشيحي على الفات. الحين أنت شواهين مصر عليها بسوي تصويت. يا ما يستوي يا أخوان الرجال راعي الهجن ما رشح غير شواهين. بتعطونا نقاط يستاهل يستاهل يستاهل. أنت شو تقول أحمد؟ أنا أقول الشور عندكم بتعطونا. لا لا أنا الحين تصويت خلكم أحمد لا تجامل الحين بين الحضير مو الدكتور. لا لا بالحضير ما عليه بس هو مصداقيته عند الناس وعند الجمهور الغالي أن على الهواء متكلم ما يجوز.
ما بنى تحت الهواء. أنا ريال، أنا ريال باخذ رأي المحللين. إذا كلكم اتفقتوا على الثمان نقاط والله بعطيه ثمان نقاط، إذا واحد اعترض ما ياخذ الثمان نقاط. عطني واحد يعرف شواهين ما يرشحها. ما حد ما يرشح كل الشرقي. أيوة. كل يرشح الدكتور سعيد كل يرشح. احنا هالهجر زين. احمد ما علي دقيقه عشان نخلص، انا عندي فقرات. احمد تعطي ثمان نقاط ولا؟ انا سمعت نايف البلوي اليوم في الاذاعه يقول اجمع عليها كل المرشحين، فانت تعطي ما عدا اكيد قال له حد من المحللين. اكيد حد قال له ولا خير يعني من بكاه. ومحمد تعترض على ثمان نقاط ولا ما؟ لا انا ما اعترض. ما تعترض انت؟ انا بعطي 20 ما عندي اعتراض. زين ما تعترض احمد؟ ما تعترض؟ يستاهل الثمان نقاط دكتور؟ أنا ما اعترض بس المصداقية مال بالشرقي وين الغالي؟ عند الجمهور ما عليه بس الحين عشان عشان لا عشان باكر لا تغير. لا لا أنا ما الغالي اللي بياخذ نقاط ياخذ لا يودن. لأنك أنت اليوم أنت لا لا اليوم أنت 40 نقطة. بسلطة مشكلة 40 ولا هذا؟ بسلطة بس الحين المصداقية. أنا أقول بيض الله وجوههم ما قصروا، لكن خلاص حطني عند الفات أنا حطيت خلاص. خل بن حضيري مرتاح. لا ما بخل بن حضيري، انت سعيد ناس يتابعونك. يا ريت يتابعوني ناس مشاهدين يتابعونك يا ريال. وين مصداقيات الدكتور بن حضيري؟ يتكلم بها الدكتور بن حضيري على الهوا متكلمين. بن حضيري انت بترشح شيء غير شواهين؟ شو؟ لا انا رشحت شواهين وانا مرشح شواهين. خلاف انسحبت وانا مرشح على الهوا الغالي. لا حول الله ولا قوة الا بالله. انا والله مرة ثانية بي مصداقية. انا بي مسجل هني بسجل. خلاص انت لا تسويت لنا. لا في مسموح للانسان يغير على الهوا؟ لا خلاص ليش تقول لي؟ قلت بغير. غير غير حق الدكتور. حط له الفاتنة، حط له الفاتنة، حط له الفاتنة ولا يلحقوني. هو واثق خلاص. بعدكم غيروا من نفسه دكتور الرجل. الله يرضى عليك. خلاص لو سمحت هدوء هدوء دكتور. هذا ريال، هذا ريال لمسات فاحص طلع عندك كوليسترول زيادة. لا لا ما عليك شوية كوليسترول زايد. بس المصداقية الغالية زي مدها مدها نسوي سوالف وياك هذا دكتور. خلاص اوكي نسوي سوالف يا ريال. والله نسوي سوالف يا اخي. سوي سوالف وياك زي سوي سوالف وياك. فاترة 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 خلاص مغلب هذا خفيف يا اخي. سالم صدق تمهيلية. دراك تمهيلية. الفاتنة الفاتنة خلاص حطوا له الفاتنة. زين عيشتونه الجو يا الله احتشرت بوس. لا نحن الريام ترى لا هاي بيننا ترى عليه نافسة عادية ما فيها شيء. ما في أنا ما أقول بهذاك ما بتحصل برج غالي. الدكتور غالي عندنا الغالي بس هو المصداقية عند الناس متكلم على الهواء. يعني تحاول يا رب نتكلم يا ريال لون احنا هني ها. والله يا جماعه الشو تو شواهين حايم الخط اتصل بالحضير حق سالم خليفه وانا جالس عنده في الموتر. بالشرقي شو مرشح؟ بالشرقي شو مرشح؟ كاتب في الجروبات ترشيح شواهين. وين عبدتوا الجروبات انتوا يا بالشرقي بعد؟ ما كنت تقول قطع وراك والله ما حب نعوزنا غير الجروبات. زين نشكر محمد بن سالم، اتمنى لك التوفيق يا محمد. وياك ان شاء الله الوعد. لا لا تعال محمد خليك بنشوف العزبه. لا لا ما ودي عزبه الناموس. لا لا العزبه نسيت العزبه. بنعودكم عزبه الوثبه ان شاء الله. قالوا شوي شرهانين علينا ماينا ونحن يعني نعتذر وان شاء الله نوضح انه ما عنده شهر. كانت رموز كانت رموز كثيره في هذاك اليوم لكن الحمد لله ان الله ان شاء الله بيتونا في الوثبه ان شاء الله. وياكم حطوا العزبه خلينا نشوف فرحته راعي اللي يمشى. خلنا نشوف خلنا نشوف عزبة الناموس ونرجع. ارفع التحية 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 التحية. سلام يا سلام سيف ولي عهد دبي لهذه الشواهين جاءت هنا في القمة وحققت القمة بلا منافس على الإطلاق. ما شاء الله وتبارك الله. الله يفرحنا يفرحكم يا رب العالمين. الله حلو الناموس بسالم. أوه ماشي عقب الناموس مثل يوم أنت شباب وتعرس أول عرسك وتدخل الناموس مثل يا سلام. ايه يوم انت شباب عاد مالك يوم انت تعرس وانت شيبه. ايه يوم انت شباب يوم توك يعني في عزك في عزك. ايه هذا الناموس مثلا. يا سلام يا سلام. ناقه طول عمرك سبوك والحلال كله سبك والعرب كلهم ميت. بس غاليه عندك الناقه ابو سالم؟ غاليه نعم مثل واحد من عيالي. يا سلام ناقه
ناقة ذي وذي الناقة طول عمرك من استوت اركلها وانت حب زبها ما نركلها طول عمرك في المراكية اللي فيهن مش ما بغينا بيها بس تختارون مراكيض قوية وتفكونها نعم لا نركلها في مراكيض طول عمرك ما بغينا في التسعيدة ما بينها تشيل منا ما قضيتوا ولا هم يقصرون طول عمارة مشوخ حاطين تسعيدات مشان المواطنين لكن احنا ما بين انبياء احنا ليش هاي سمعنا هاي ليش معناه مثل الموقف ذي الليلة ذي صح انها لو خذوها هم ياخذونها صغيرة ما يعني بنستفيد منها احنا مخلينا مثل الموقف الليلة ذي بغينا وقرتها ويابت ما شاء الله ويابت يعني عزبة ما فيها ناقص سبوق ما فيها فائدة ولا هلا يرتاحوا هذا مقصد هذه بركة العزبة هذه بركة العزبة الناقة شواهيد نعم ولا في نية لك بيع ولا بيعها شيء بيعها مرة لو بيع حتى يوزنونها بالذهب ما بيع لكن في الشوط حفزتك الليلة ما يستوي رجال يركض عند حلال ما يحفز إيه بس ما يعني شاء الله. العرب كلهم منتحرين على الشوط ذي صح لا ليش ما بتحفز لازم تحفز ناقة ما هي مضمونة يعني تسبق الحلال ذي الحلال كلها نسبق عندها الغالين لها الرموز وركاب ما يستهان بل من بهم وهم وبهم اليوم نحتفل في عزبة بن هيان بمناسبة فوز شواهين بسيف ولي عهد دبي في هذا المهرجان الناموس يرعى اليمشى زان ركض عمار ناموس حمد حق خير احنا جايين نحتفل وياك بمناسبة شواهين اليوم حصولا على سيف ولي عهد دبي في هذا المهرجان الطيب جزاكم الله خير ويرحم والديكم ويعزكم يا الله طول عمار الشيوخ امين يحطوا الجوائز الغيمة وفرحانين حنا وياهم الله يعزهم يا رب العالمين عودهم هذا اليوم ما نقول عليك يوله ورفج شوي وين ربع اليولي ما رحت شوي محمد نقول لك مرة ثانية الناموس وهاي الفرحة كانت اليوم فرحة الجميع ونحن الله يشهد أن فرحنا كثير للخال أبو حمد أبو سالم وإن شاء الله مثل ما قلت توعدنا في الوثبة أبغي وعد منك على الهواء الحين إن شاء الله في الوثبة بتشوفون الأفضل إن شاء الله مرة إن شاء الله إذا هي صاحية إن شاء الله بصحتها بتشوفها هناك بن شاهين شواهين ما إن شاء الله كل مركاض يزيد مركاضها تجهز أكثر صحيح فنحن محمد أنا أشكر تبغي تقول شيء في الختام وفي خاطرك شيء تبغي تقوله تفضل لا مشكورين هذا ناموسكم أكيد ما في شك هذا ناموس الجميع وتستاهلون نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول عمرك من العام نحن نخطط لسيف ولي العهد دبي من العام جاهزين له ما شاء الله لو المراكض الجاية ما تأخذ سيف خلاص يسد سيف براشد يا سلام كل شيء بتخطيط ابو سلطان اقول لك ابن هيان الركض بتوه عليه هو غريب عليه السابق والناموس مركض يدها ومركض عمرك ما اتى قبل شاهين قبله شاهين بن هيان هذا معروف اخذ الرئيسي عندنا في نادي الشباب ما شاء الله اي هذا ابو البوش هاي ابو الزمول هاي شاهين وشاهين الشيبه يعني ابن هيان مركض في دمه السب اي عنده بوش طيبات قوم اليمشه وقوم الترشه وقوم بوش نمر عده طال عمرك واللي ما يفرح طال عمرك سبق السبوق وسبق الادمي اللي يوم يسبق نعم. هل اخوان وهل طال عمرك فرحه من فرحتهم صحيح اي نعم صحيح جزاك الله خير بن هيان يبغي يوم يجي في المقيض يقول الكبرى انا اخذت رمز مهرجان محمد بن زايد اخذت رمز
مهرجان ولي العهد اخذت رمز، والمهرجانات الاخرى كل ما ياخذ رمز يقول انا كل مهرجان جيت اخذت منه رمز. فهذه تراها حصيله طيبه في المقيض. اكيد اكيد، ونحن نطلب منهم هذا الشعار الكبير ان السنه الجايه ان شاء الله يكونون من اوائل المسجلين في بيرق الناموس ان شاء الله. نطلب منكم طلب. اذهب لشوط الادهم، احد الاشواط المهمه مشاهدينا الكرام في هذا المساء. حمد بطي، الادهم بعد كان على نفس الظن ونفس التوقعات اللي ساروا معها كل المحللين والمتابعين قبل الشوط. نومس الخليفه بن زاهره على سبق الادهم، البعير هذا ما شاء الله وسلطان عنده مثل ما قلنا فرق مستوى. امس حتى تكلمت انا وتكلمت عن بعير الحميري اللي حصل على المركز الثاني، نعم، اللي هو شاهين بعير صحيح بن صالح الحميري. البعير الصراحه النبي يعني تقدر تقول انا في التحليل ان مستواه او ممكن الشوطين الليل اشواط الرموز متقاربات من بعض، الناقه عندها فرق مستوى صحيح، كذلك البعير عنده فرق مستوى، شارك في جائزة زايد الكبرى، أعتقد عقب ذاك المركز شارك في الوثبة أو في المرموم مركز تمهيدي عادي لغرض التحضير، واليوم حضر في الوثبة شارك في الوثبة نعم شارك واليوم شارك، والبعير عنده ما شاء الله مخزون واحتياطي، يعني ركضه فريد البعير، أعتقد أنه في كل مهرجان بيحضر ما بيكون بعيد عليه مختار في الرموز، لأن اليوم هيثم خذ شوط مفتوح. يعني شو اللي يميز الرموز الليلة؟ شواهين خذت شوط مفتوح محلي ومهجن، وكذلك أدهم خذ شوط مفتوح حظوظهم دائما في مراكيض العزل، وكذلك في المراكيض المفتوح المطير اللي تفوق في شوط مفتوح شوط العزل تكون متفوقة بعد أكثر. أنا أقول لأن يركض عن شوطين في شوط واحد، فهني تراها هي الميزة هذه قوة الشوط. أنا أقول في الوثبة تكون أشواط سريعة بس فيها أريحية محلي مهجن صح أنا. صح بن حضيرة، والله مثل ما قالوا يوم اجتمع المهجنات ومحليات والمطية تثبت جدارتها بيكون يوم فيه عزل بيكون بعدها مستواها أكثر ومحافظتها على الأداء أكثر. ولما الحقيقة أشوف الأدهم أن أخص في العزل يبعد سبق المحليات والمهجنات صح، لكن في المهجنات بعد ما اشوف له بعير يعني يمكن يوازي يعني ركض الزمون ما استهون وكل الزمون سبق، لكن اللي نشوفه وبين عندنا أيوه ان البعير طال عمره يكون اي نعم، وسلاله تشفع له سلاله شاهينيه معروفه يعني سلاله الشاهينيه هو ام سودانيه ابو شاهين انتاج الام واللي ابو كله عنده خليفه بن زاهر خليفه ابوه طيبات عنده وحلال طيب ما شاء الله وفحول زينه طال عمرك ومشاري طيبه طال عمرك، وهذا الركض وبعير بن يسمه ما شاء الله هدا اداء طيب بعير الحميري محلي هذا بيروح في المحليات سبوق طال عمرك وبيكون نصيب نصيب الاسد في زمون المحليات بعد بعير طال عمرك شو الزمون افترقوا اعتزلوا عن الشوط نعم شوف المسافه اللي اخذوها نعم والركض اللي ادوه وكلهم سبه وكلهم سلال الشاهينيه نعم نعم مبارك لهم على بعد صالح بن علي عنده بوش طيبات بوش الانتاج بوش طيبات ما شاء الله وفحول طيبه الله يبارك لك ويكون هدي الدرجه اولى نعم كان فيه سيطره من شعار سيف بن كليب تقريبا حوالي 6 كيلو ونص مع تبادل المراكز بين الاسامي الموجوده بنفس الشعار. الادهم كان قريب من المقدمه ولكن ما كان متقدم في خط في المركز الاول على اساس يكون تحت الضغط ضغط قدر يتحرر من 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 الزمول في الكيلو الاخير. بعير بن صالح تعرف في مركاض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نعم تعرض لظرف حتى راعيه يعني ما كان يمكن انت كنت عندي يوم سالناه عنه صحيح قال بعير ما كان في استعداده. نفس الشيء بعد الادهم راعيه نفس الشيء انا تخبرته منه قال ما كان في استعداده تاثر بعد مركز جائزه طيب زايد الكبرى، لكن السبوق دائما تستر الخله. فارق المستوى والاداء عند الزمول الاثنين هذيلا خلاهن ينفردن بال طيب اتوقع النوعيه هذه نوعيه ادهم وشواهين متميزه وتكون دائما راعيها ما يتعب، بس في سواك كنت دائما تطرحها على الناس الفايزين. سلاله؟ لا. ها؟ بتبيع، بتنتقل ملكيتها. لا لا يا الله. بس انا انت سالت، بس انا بقول لك ليش؟ الناقل جوايزه 5 مليون، كم تباني ابيعها؟ صح. هني فرق. صح. الحين البعير يجيب لك 4 مليون، ابيعه بكم؟ في السنه هنا. والبعير هذا بيكون في حال طيب ابو سلطان. للانتاج. يعني على شكله ما شاء الله وعلى خفه البعير بيجيب خفيف وشكل عليه ما شاء الله. نعم وبيجيب نوعيات. الله يرزقنا من بناته ان شاء الله. امين. يرزقكم.
بيّر خير إن شاء الله. بيّر خير. عطني الترشيحات. لم يصب الهدف فقط أحمد بالعضيلي، وهذا ما يساعدنا أيضا في التقدم، لأن أحمد كان في المركز الثاني البارحة. الحين في تقلبات مشكلة بس بالشرقي، والله ياب ويان الترشيح الأدهم. عطني نتائج النقاط، نقاط المحلي. يلا بن حضير مش راضي غير. لا خلاص ما حسبنا لك نحن، انت ما زلت في المقدمه. اقول لك 42 نقطه، نقول لك برافو، هاي الثقه وهذا التقدم. لكن بن حضير ما شاء الله اللي عمل جنب كبير وقفز قفزه نوعيه الى المركز الثاني ب 40 نقطه. سهيل بن غراب وهيثم الحمادي في المركز الثالث، احمد العضيلي تراجع للمركز 36، وحمد بطي برافو بدا يتقدم شوي يقلص الفارق. كلنا قراب من بعضنا، اعتقد ان بالشرقي ما راح يستمر في المركز الاول اعتقد. خلاص بالشرقي الان اللي رشحه بن حضير بن غراب يرشحه. خليك ترشح قبل. لا رشح قبل انت، هذا كلام بعد. اللي رشحه بن حضير بن غراب انتهى الموضوع. لازم انا افرق، لازم انا اغير. شوف نحن نبغى شيء في الترشيح، نبغى تنحط ورقه وكل اللي يدخل ويسجل ويطلع تكون اثبات. لا دليل عشان انا ما اشتح معاهم. زين صرنا عزبه بن زاهره اليوم بعد النومس حق سهيل، ناموس خاص ناموس بن زاهره. نعم صرنا هذا العزبه اليوم، وفرحنا وشفنا ما شاء الله البنادق عندهم يقولون فيها بنادق يعني من رموز يعني موجوده، عرب تسبق وعرب عندهم جزائر. مال بعيدها مال ادها الادب السنه هذه بعد وبعيد السنه والعام وراعي العود سبق وراعي العام والسنه واحد عام واحد سنه موجود. خليفه بن مبارك موجود. لا في التتويج ما يا هناك. لا ايه خليفه ما يا صح. لو 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 قلت بن زاهره، بن زاهره رموز كثيره ما اخذ. الله نشوف فرحه بن زاهره ونرجع. نايف سلام سلام يا مدينة العين سلام. الرمز الثالث الرمز الثالث، ثلاثة رموز اليوم ضرب الكبار، اليوم ضرب الكبار وسلالة شاحينية، سلالة شاحينية. تهانينا لك يا بن زاهرة وشاحين بن زاهرة وانت هذا جبين ولا عرس اليوم عرس سلطان. اي والله عرس اليوم اكبر فرحه هاي. فرحه غير. نعم شو توصف الفرحه هاي؟ ما لا وصيهم مره. ها ما لا وصيهم مره غير. ها نعم غير. هاي لا دم غالي عندك يا الله. ها بس ما حبيبي نور نايم ومنام من على شراب غير غير ما شاء الله ثلاث. هذا انتاج ما له ثمن ناموسه. يا الله والوالد قالها في الوثبه. ها قال هذا بدون ثمن ناموسه ما له قيمه. ما له قيمه ابدا. يا الله لان طول عمرك انتاج اب وام. الله يطول عمر هذا الوالد. الوالد طول عمرك له بصمه في الميادين جميع الميادين ورفانا على الشيء هذا. يا سلام هذا انتاج ام وابو عبر عليه وقال في الوثبه انه ما له قيمه هذا الناموسه. هذا شرف. ها؟ سلام النايف. السلام سلام النايف. سلام شابه. يا سلام سلام الانتاج. يا سلام سلام سلام. ها ها موعد وعد ما العام وعد الشنه وعد وشابه اللي يا سلام يا سلام يا سلام. ها ان شاء الله نزوركم على سبق جاي ان شاء الله. لا
زين. ها؟ لحظة شوي، تونا الحين راديين من التقرير، الدكتور عنده طلب، تفضل. الله يستر. شيء زين؟ طلب شيء زين. الحمد لله. طلب مثل ما طبق نادي دبي الواقي والركض صار مريح للناس. نتمنى ان كل الانديه تطبقه، ونتمنى كل الاشواط مش الا الرموز فقط. يبون الاشواط كلها. اي نعم. يلا هذا شيء مطلب طيب. لان ليش يعطيك انت المصداقيه والضمان الحق. اليوم تعرف انت العبث وهالامور تخاف منها، فعمليه الواقي احتياط يعني للضمان. نعم. عمليه الواقي كل الناس تبغيه. انا اللي يدفع ويحضر ويجهز مطيته. نعم. بعدين ويتعبون الناس. نعم. وكل شيء. نعم. فعند انت ما تحس انك انت وربيعك متساوين في الاداء ما عليك بكل شيء. خلاص القانون يحفظ حقك. اوكي. فهذا هذا يعطي السبوق مصداقيه. نعم شفت الواقي. السبوق ما يسمح لاي حد انه يشكك في سبقه. خلاص يصير سابقا واضح صح. ولا يخلي على الحد مجال انه يتكلم. هذا احنا في الرياضه ابو سعيد نسميه الفير بلاي. يعني احنا طرحنا الفكره، احنا نسميه فير بلاي عليه بن صرود، وقلنا له الجماعه يطالبون الاشواط. كل طرحت الفكره عليه. طرحت منو انتم؟ وقال ان شاء الله انتم منو فكره يعني؟ الناس يعني ما ادري. انت رمست بالصرود روحك. جزاك الله خير. بويض العرب يبون الاشواط، ما بالاشواط الرموز، كل الاشواط يبون الواقي على كل الاشواط. شو رد عليك بالصرود؟ قال فالهم طيب ان شاء الله. اوكي هذا نوعدهم. هذا نادي دبي، هذا نادي دبي، لكن الحين ممكن بعد يومين في مهرجان في اللبسه، وبعدين عندنا ختام الوثبه، نطالب بهالامور. صح. هذا في المصلحة، الشيء في المصلحة زين. اي نعم، شيء اللي يساعد الرياضة. لا اللي في المصلحة ويدعم الرياضة هذه هو كلها العدل. جزاكم الله خير. ابو محمد تبغى تقول شيء ختام؟ خاطرك شيء قبل ما نختم؟ خلاص خلصنا برنامجنا اليوم. اقول ان شاء الله نشوف ختامي يليق باسم راعي المهرجان. اكيد ان شاء الله. والحين خلاص احنا ما عندنا رموز لان بالسلامة لين يوم الاحد ان شاء الله، والسبت في حلقة ان شاء الله باذن الله. يوم السبت ان شاء الله في حلقه ليله. نعم في الترشيح. لا الصبح شيء هي ماراثون ولا شيء؟ يوم السبت الصبح والله ما عندي الجدول. اعتقد في ركض ترافي. احنا ركض الركوب. احنا نتمنى ان شاء الله ان الشيخ حمدان يفوز في المملكه العربيه السعوديه. نعم. بكره ان شاء الله اخواني ما في حلقه، بكره راح يعني نغادر الى المملكه العربيه السعوديه لحضور سباق وتجهيز حلقة إن شاء الله من أهل الخيل لبرنامج أهل الخيل في سباق كأس الملك يوم السبت. شيء إن شاء الله بنرد من السباق إن شاء الله بنكون عليهم إن شاء الله. فشكرا بالشرقي، شكرا حمد، شكرا أبو سعيد، شكرا أبو سلطان، شكرا أبو محمد. العفو يا أبو. نشوفكم إن شاء الله ليلة السيف، إن شاء الله ليلة السيف الكبير يوم السبت إن شاء الله. مع السلامة. هلا وسيون.